اول سؤال جالنا من نهله. نهله بتقول انا عندي مشكله، مشكلتها ان هي لما بتيجي تضحك اللثه بتاعتها بتبان. طبعا انت عارفه ده بيبقى شكل جمالي مش حلو، وغالبا البنات دي بتبقى بتتكسف، فبتيجي تعمل ايه بجد مش عارفه ايه كده بالطريقه دي، فبتبقى دايما لازمه عندها ان هي لما تيجي تضحك تعمل كده. على فكره عندك حق، هي كتير من البنات جدا بتكون مضايقها منظر الضحكه، بتحس ان بقها كبير قوي وهي بتضحك، بتحس ان اللثه بتبان جامد قوي. بتقولي يا دكتوره ببقى محرجه، بحط تملي ايدي على بقي وانا بضحك او انا ببقى قدام الناس. علاج اللثه او اللثه اللي بتبان او الضحكه اللي بتظهر فيها اللثه دي علاجها كذا حاجه. اولا احنا ممكن تكون العضله عندها قويه جدا، العضله اللي بتشد منطقه الشفايف لفوق، فبنحقنها بوتوكس فالعضله بيحصل لها ارتخاء، فما بتكونش بقها واسع قوي وهي بتضحك. دي حاجه. ممكن تكون هي شفايفها صغيره جدا لدرجه وهي بتضحك بتبقى عباره عن خط جامد قوي، فبتبين لها كل الاسنان بكل اللثه اللي عندها. لو هي من النوع ده بنعالجها عن طريق حقن فيلر، بنظبط الكونتور بتاع الشفايف، ندي فوليوم شويه، فلما تضحك يبقى الشكل العام شكله كويس. فبتملي، يعني انت بتملي الشفة اللي فوق بالظبط مش كده؟ بالظبط زي الصوره اللي معانا، احنا هنا كبرنا الشفايف سنه، فبدات وهي بتضحك الضحكه تكون داريه، يعني او الاسنان ما عادش جزء كبير قوي منها متداري. في بعض الحالات التانيه بتبقى العضله قويه جدا، هايبر اكتف قوي. فلما بنضحك بتظهر جامد جدا، فبنرخي العضله دي عن طريق البوتوكس وبتبتدي ان هي تتعالج معانا. فبحس مش فاهمه يعني ما يعني هي باخد نقطه بوتوكس هنا ونقطه بوتوكس هنا زي الصوره اللي معانا دي. الصوره اللي معانا دي ده هي عندها عضله قويه جدا بترفع الشفايف جامد قوي وهي بتضحك. ايوه. فلما بنعمل بنريح العضله دي المشدوده جامد قوي الشفه ما بتترفعش لفوق قوي. الشفه ما بتترفعش. اوكي بجد الفرق فظيع، شكلها جميل جدا. طبعا حتى ده بيسهل بيتهيألي حتى لما بتيجي تحط روج ما بيطبعش على السنان. صح صح صح.